السلام عليكم. في واحد موضوع، يعني موضوع الساعة، ألا وهو يعني كما كنقولوا غضب لابورتا الشديد من تصريحات كسافي للصحافة الإسبانية عن مشاكل برشلونة. يعني الاتجاه السائد حاليا ألا وهو إقالة تشافي بعد فقط أسابيع من تثبيته في مكانه. يعني هذه سيمانة أو عفوا 3 سيمانات، إدارة لابورتا تتوسل كسافي للبقاء في برشلونة بعد 3 أسابيع فقط. وهذا الشيء كنا أشرنا إليه سابقا بأن هذه الإدارة، هذه يعني إدارة مزاجية، لا تخطط، لا يعني ما كاين حتى شي حاجة معقولة. إدارة مزاجية بحال اللي راهم دراري جالسين في قهوة، واحد قال لي كلمة نيرفيت، أيا جمع لي هذا الشيء كامل، جمع وطوي. تقريبا بحال هكذا كتعامل هذه الإدارة. 3 سيمانات دابا، هذه تقريبا 6 أشهر، والرئيس لابورتا يزاوج، أقول يزاوج يعني يطلب، يرغب في كسافي للبقاء في برشلونة، والآن يريد إقالته بسبب تصريح صحفي. ما يهمناش حنا يعني التصريح الصحفي كيف كان، ولا يعني قوة التصريح ولا، ولكن يعني الناس، الفرق الكبرى لا تتعامل بهذه الطريقة، لا تتعامل بهذه الطرق. يعني خص تكون مشاورة داخلية وتكون كلام داخل، عاد نخرجوا للصحافة ونقولوا هذا. دابا هنا في برشلونة كل واحد كيخرج الصحافة يقول ما يريد، وأنا قلتها يعني هذه منذ سنة تقريبا، وأنا أقول بأن الثلاثي كسافي ديكو لابورتا، يعني الثلاثي كما نقول يعني بدون عقل. الناس غير هاملة، الناس يعني تتكلم فقط، اللي عنده شي حاجة في راسه يقولها. بحال كسافي خرج بتصريحات، يعني ربما يعني الصحفي اللي عطاه السؤال باش خرج كسافي بهذه التصريحات، ربما الصحفي دار له بياج، يعني دار له فخ كما يقال، لانه الصحافه صحفيين يعني اذكياء، بعض المرات يعطيك سؤال كفخ وانت تجاوب بدون ما تشعر. ربما تكون هذه الطريقه اللي استعملها الصحافي، ولكن هذا يعني لا، الا كانت بصح هذه الامور، هذيك صافي هضر بدون وعي، فهذه مشكله كبرى. اما الا كسافي كان هضر بالوعي ديالو فهذا شيء اخر. ما يهمناش دابا، لانه ما يهمنا الان هو توجه اداره برشلونه برئاسه لابورتا، يعني المؤيد الكبير لبقاء تشافي، الى اقالته. قيل بانه يعني لابورتا انفجر غضبا من تصريحات تشافي للصحافه. بعد التقارير الصحفيه قالت بانه تشافي سوف يقال من منصبه بعد مقابله الرايو فاليكانو. خص البرسا تضمن على الاقل المركز الثاني. واليعني هاد التصريحات ازعجت ماشي غير لابورتا، راه قلت بان هناك اناس يتحكمون في يعني دهاليز برشلونه، هم من يضغطون على لابورتا لاقاله كسافي، لانه لا يعقل انه رئيس هذه 6 اشهر هو كي يرغب ويزاوج بهذا المعنى، يعني في بقاء كسافي، وتجي في لحظه انفجار. لا يعقل. اما ان الرئيس احمق ولا عقل له، إما أن المدرب أحمق ولا عقل له، وأنا في نظري بزوج بيهم، لا عقل لهم ولا استراتيجية لهم ولا شيء. قلت مرارا وتكرارا، وأنا دافعت عن يعني لابورتا كثيرا، دافعت كثيرا عن لابورتا، لأنه أعلم بأن لابورتا يتجه إلى الجوانب المالية فقط، أما الجوانب التسييرية الأخرى فقلت بأنه لا يمتلك مقومات تسيير. المشكل نتاع لابورتا هو التسيير، ما عندوش ناس اللي كتسير معه، هو وحده لن يستطيع. واصلا هو وحده رجل مزاجي، متقلب المزاج، بالاضافه الى انه في الرئاسه الاولى ديالو كانت عنده مجموعه من الاليات، وكان عنده مجموعه من الناس اللي يخدموا معاه. مثلا في الجانب الرياضي، غير باش نتفاهموا، في الجانب الرياضي والكروي كان عنده كريف، في الجانب المالي كان عنده روسيل الذي وهو يعني رجل اقتصاد، وكان عنده المسؤول عن الصفقات الماليه، ربما سميتو سوريانو اللي راه في مانشستر سيتي، كان عنده ناس اقتصاديين. اما في الاداره الحاليه ما عنده حتى واحد، ما عنده والو، جا الانتخابات جديده غير بغى يفوز وصافي، فقط من اجل الفوز. ها انت فزت والنتيجه ما هي، هذا موضوع اخر. المهم لابورتا سوف يجتمع مع تشافي لتباحث يعني هذا الامر. بغى لابورتا تبريرات من تشافي علاش طلقت التصريحات، خصوصا في هذا الوقت. هذا لما هذا الوقت؟ هل هناك ازمه بين كسافي ولابورتا؟ هذا ما سوف نعرفه في الأيام القادمة. هل هناك تخطيط يعني من طرف الإدارة
تفاهموا على كسافي، وكسافي خرج كما قيل بانه يعني هناك بحال بعض التصريحات قالت بانه لابورتا يحس بالخيانه من طرف كسافي، لانه في البنود وفي الشروط، وكنا درنا حلقه يعني على هذه المساله هذه، في شروط بقاء كسافي انهم تفاهموا على بعض الاشياء. الاداره طلبت بعض الاشياء من كسافي، وكسافي طلب بعض الاشياء من الاداره، وقعت هناك تفاهم واستمر كسافي. اما الان الاداره تحس بانه كسافي يعني ما وفاش بالوعد ديالو، قلنا لك بانه ما غاديش نجيبوا صفقات كبيره، هذه كانت الشروط نتاع الاداره بانه كسافي ما يطلبش صفقات كبيره. فاذا بكسافي حاليا كيطلبك صفقات بحال زوبيميندي، كيميش، اونانا، باغي تسعه جديد نتاع بحال نونيز 120 مليون اورو، لا يعقل. كسافي راك عارف بانه ما عندناش. الا كان هذا هو الاتجاه نتاع الاداره، لانه لابورتا يقال بانه احس بالخيانه من طرف كسافي، اتفقنا وتفاهمنا صافي سي بون، علاش وليت في الكلام ديالك؟ هذه واحد الناحيه. كسافي يعني الممثلون تاع كسافي منزعجون جدا من هذه التصريحات، لانه كسافي كيقول بلسان عدم انا ما عيط لتا شي واحد، ما قال لتا شي واحد واش غادي تستمر ولا ما تستمرش السنه المقبله. كسافي يعني ينفي نفيا قاطعا بانه ما كاين حتى شي حاجه. انا قلت تصريحات كان يجب ان اقول هذه التصريحات، ولكن هذه التصريحات راه حساسه للغايه. أنا كما قلت إذا كان كسافي واعي بالتصريحات اللي دارها وقالها عن قصد هذا شيء آخر، أما إذا ما كانش واعي فهذه هي الطامة الكبرى، راه هنا فين كاين الإشكال. يعني هكا تزروط في الهضرة وصافي. ربما استدرجه الصحفي ليقول هذه المسائل وقالها. يعني لابورتا غادي يدير اجتماع، وربما دار اجتماع، ربما في هذه الساعات راه يكون اجتماع دار، وطلب توضيحات من كسافي يعني ما سببه قول هاد التصريحات وفي هذا التوقيت الحرج، لانه ما تنساش بانه نحن في سنه صفريه ما دينا فيها حتى شي لقب، وتجي انت ودير لي تصريحات هكذا. وهاد التصريحات هذه يعني راه بمثابه قنبله للموسم القادم، حنا مازال الموسم القادم ما دخلناش، حنا عاد غادي نخطو كي نديرو له، وانت تجيب لي تصريحات يعني تقتل كل احلام البارسا قبل ان تبتدئ. هاد التصريحات كما قلت بان لم تثر فقط غضب لابورتا، ولكن اثارت غضب اناس أقوى بكثير من لابورتا، فالكل يريد الإطاحة بكسافي. البحث بدأ الآن عن كبش فداء لهذه المشاكل كاملة، أو يعني البعض يرى بأنه كسافي سرب معلومات حساسة عن فريق برشلونة في واحد الظرفية اللي صعبة جدا. تقريبا كاين واحد المشكل آخر، ألا وهو يعني أن حتى الإدارة ارتأت أخيرا بأنه كسافي لا يستطيع أن يقود هذا الفريق لأي إنجاز. حتى طريقة اللعب نتاع كسافي يعني طريقة يكرهها الجميع داخل برشلونة، لأنه البعض يرى لو كان يعني الفريق يلعب بطريقة جيدة ويخسر لربما تقبل الجمهور الأمر، أما الآن فالجماهير لا تتقبل شيء، لا نتائج، لا أموال، لا ألقاب، لا لعب، لا شيء. مشكل يعني حتى الجماهير ستقوم بانتفاضة، وهذا ما تخشاه الإدارات، إدارات الفرق هذا ما تخشاه، ألا وهو غضب الجماهير. تشافي يعني كما قالت الإدارة أخلف بكل الاتفاقات التي وقعها مع الإدارة. يعني هذا هو الاتجاه السائد يعني في هذا المشكل نتاع كسافي. نمشيو نشوفوا يعني من بين الأسباب نتاع التحول، يعني بواحد النظرة أخرى أسباب التحول نتاع لابورتا اتجاه كسافي. كسافي قال يعني ما هي الأسباب؟ الأسباب أنه كسافي قال يصعب علينا التنافس مع ريال مدريد محليا السنة المقبلة. هو ذكر غير ريال مدريد، ولكن الاتجاه راه غادي حتى الأتليتيكو، حتى الجيرونا، حتى والمنافسة، ويصعب علينا كذلك المنافسة مع الفرق الكبرى في دوري رابطة أبطال أوروبا. يعني وقال كسافي بصريح عبارة بأنه الوضع المالي والاقتصادي للنادي جد معقد. قال بالكلام الواضح لا نملك القدرة لاختيار اللاعبين الذين نريدهم. هذا الشيء صحيح، هذا الشيء كل شيء كنا قلناه، كل هذه المسائل تطرقنا إليها سابقا ليس الآن. كما قال كسافي بصريح العبارة لا نستطيع شراء أي لاعب، يعني اللاعبين اللي كيجيو مفروضين علينا. وكما قلت بأنه كسافي منذ 3 سنوات يعني منذ توليه الجهاز الفني لفريق برشلونة لم يحصل على لاعب واحد يريده، واحد لم يحصل. وكان يعني باش ما نكون يعني واقعيين، كسافي كان دائما يطالب بلاعب ارتكاز ولاعب جناح ايسر.
هذا موضوع اخر ثاني وفيلم اخر. كما قلت لكم انه كسافي باغي واحد النوعيه نتاع اللاعبين، ديكو باغي واحد النوعيه مغايره نتاع اللاعبين، ولابورتا يجلب نوعيه مغايره جدا عن اللاعبين. فهذا اشكال، وهذه هي يعني لي كونسيكونس والترتبات على هذه المشاكل بين ثلاثه ديال القاده اللي غادي يقودوا الفريق للمستقبل. ثلاثه ما مفاهمينش، كل واحد مازال اقولها واعيدها، كل واحد كيجبد فؤاد، كي بغيتي نتايا هاد الفريق هذا يتمشى، ها المشاكل غير في اللاعبين ما متفاهمينش، وما زالت الامور هكذا الى غايه الان. لابورتا يرى ان هناك خيانه، لابورتا يرى ان هناك خيانه من تشافي، حيث سرب امور جد حساسه عن الوضعيه المزريه لبرشلونه للصحافه، وهاد المسائل هذه يعني لابورتا يقول خصها تبقى طي الكتمان، تحل داخليا، علاش تخرجوها للصحافه؟ يا ودي راه لابورتا راه الصحافه كلها والعالم كله عارف هاد المسائل هادو، بلا ما تدس بلا ما تال. يعني وقال بانه اعطى تصريحات بان البارسا لن ينافس لا محليا ولا قاريا، يعني قتل حلم البارسا قبل بدئه. لابورتا كان يرى في تشافي طوق نجاة لسياساته الفاشلة في برشلونة، ولكن الآن يعني الآن أصبح تشافي كما كنقولوا هو السيف الذي سيقطع أو يطيح برأس لابورتا، وربما كما يقول البعض يعني ربما تشافي هو القنبلة التي ستفجر كل الأوضاع في البارسا، لأنه كاين واحد الأوضاع مسكوت عنها، وهذا الشيء كنا قلناه مرارا وتكرارا، قلنا بأن هناك أوضاع مسكوت عنها تقريبا في إدارة برشلونة، لأنه هذه المشاكل التي يعاني منها البارسا يحاول الفريق يعني حجبها عن الجماهير، حجبها عن الصحافة، حجبها عن، ونحن يعني تقريبا كل مرة كنخرجوا من مشكل كندخلوا في مشكل. وقلنا سابقا بأنه أنا دائما كنت أطالب يعني ما تشوفش غير ماتش في 90 دقيقة، شوف خبايا النادي، ها هي الخبايا نتاع النادي خرجت للعلن. يعني هذه دابا تقريبا موسمين وانا يعني كننتقد هذه الاداره، وكننتقد لابورتا يعني في المسائل الكرويه، وكننتقد مجموعه من الاشياء، انتقدت المدرب، انتقدت المدير الرياضي، انتقدت الاداره، انتقدت حتى الصحافه، وانتقدت اللاعبين. دابا واش كنا هذاك الشيء اللي كنا كنقولوه صحيح، ولا كنا غا كن كما قال لها واحد غا كنا كندفشوا؟ ها هي الامور اتضحت اخيرا، يعني كل ما قلناه صحيح 100%. البعض كان يطالبني بالمصادر، ها هي خويا المصادر جاتك الى غايه ايديك، ها هي جات عندك المصادر الى يديك. والبعض كان يقول لي وانت دائما متشائم، دائما ها علاش انا كنت طيله هذه الموسمين متشائم، علاش الاخبار اللي كنجيبها لا تسر البعض؟ راه كيقولوها لي بصراحه، كيقول لك انت كتجيب اخبار يعني متشائمه جدا. راه ماشي انا اللي كنجيب الاخبار متشائم، راه الوضع الحالي نتاع برشلونه جد متشائم، هذا راه منذ 3 سنوات تقريبا. وقلتها لكم واحد المره، قلت لكم بانه ديك البطوله اللي دينا هذاك السنه الاولى نتاع كسافي راه مشكوك في امرها، راه بعض المرات الاتحاد الاسباني باش ما تزيدش تغرق كيعاونك، كيعطيك واحد الطوق نجاه باش تسكت الامور وتكلم الامور، لانه قلت بانه الاتحاد الاسباني ليس في مصلحته ان ينهار البارسا، اذا انهار البارسا ستنهار الريال، سينهار الاتحاد الاسباني، ستنهار الكره الاسبانيه. ما تنساوش بان الكره الاسبانيه والمنتخب الاسباني تشكيله والعمود الفقري ديالو لاعبو فريق برشلونه، فإلا مشى هذا الفريق هذا الريال ما غتنافس. النقل التلفزي اللي كتديه الاموال الطائله اللي كيديها الاتحاد الاسباني منين تجي؟ يولي فريق واحد الا وهو ريال مدريد. البعض يقول لك ريال مدريد تنافس اتلتيكو، لن تنافس، انه الكلاسيكو الا وهو احسن مقابله في العالم، على العالم كله ينتظر ثلث السنه مقابله الكلاسيكو. الا مشات الكلاسيكو ديربي، قد تفرج للدربيات، الدربيات ليست بقيمه الكلاسيكويات، يعني البطوله الاسبانيه ستنهار. ترى مواضيع كنا هضرنا فيها قبلا، ولكن انا ما يهمني الامر انه توصل يعني توصلت الجماهير الكاتالونيه بكل الكلام اللي كنا كنقولوه، الحقيقه بانت للعيان. يعني دابا يلا شنو غادي نديرو دابا؟ صدقتم الان باننا ناتي باخبار حقيقيه ولا لا؟ نحن لا نكذب، والمسائل كنجيبوها لكم نيشان، اللي قبل قبل واللي ما قبلش ما عندي ما ندير، وشكرا.